بالنسبة المغرب اليوم مع البنين غادي يحقق واحد أربعة لزيرو إن شاء الله بالنسبة للمباراة ديال اليوم كنتوقعوا إن شاء الله فوز ديال المنتخب الوطني المغربي ب 3-0 إن شاء الله وديما مغرب المنتخب ديالنا عندت عندنا فيه ثقة بزاف وأكيد غيحقق 3-0 للمنتخب البنين وكنتمناو له نتيجة إيجابية إن شاء الله كانت كانت منو يغلب المغرب 4-0 بالنسبه للمنتخب المغربي ان شاء الله كنتمناو يحقق واحد يحقق واحد الفوز على بينين ب 3 ولا